يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول رجل حجة الإسلام فوكله رجل لرمي الجمرات في أيام التشريق، فكان يرمي الجمرة لنفسه ثم يرمي لموكله مباشرة، فهل رميه صحيح أم يرمي جميع الجمرات لنفسه ثم يرجع ويرمي لموكله؟ هكذا قال الفقهاء أو بعض الفقهاء، لكن هذا فيه صعوبة ولا دليل عليه، لا دليل عليه. فإذا رمى الجمرة الصغرى عن نفسه يرميها عن موكله، وإذا رمى الوسطى كذلك عن نفسه ثم عن موكله، والكبرى كذلك. هذا أيسر للناس لا سيما وقت الزحام والخطر. نعم.